نتوسع في الحديث أكثر الآن مع ضيفنا، ينضم إلينا من لندن المتخصص في الشؤون البريطانية دكتور فؤاد عبد الرازق. دكتور فؤاد أهلا بك معنا. لماذا تريد بريطانيا تحديدا نشر عسكريين بريطانيين يتولون التدريب في أوكرانيا؟ لماذا تطرح بريطانيا هذه الفكرة الآن؟ مرحبا بحضرتك. في الواقع هذا الطرح البريطاني حتى الآن لا يمثل سياسة رسمية، رغم أن هذه التصريحات جاءت على لسان وزير الدفاع الجديد جرام تشابس في إطار مقابلات صحفية أو على هامش مؤتمرات أو لقاءات عقدها مع قادة الجيش. هناك يعني يجب التركيز على أن هذه القوات وهؤلاء الجنود ليسوا للقتال بل لمهام تدريبية. هو يريد أن ينقل المعمل التدريب إلى الداخل الأوكراني عوض وجودها في بريطانيا أو في بعض دول حلف شمال أطلسي الناتو. هذه الخطوة لها مخاطرها الكثيرة، وكما استمعت الآن إلى تهديدات ميدفيديف بأنها ستكون عرضة وهذا بالفعل حدث، يعني استهدفت الكثير من القوات الأجنبية في أوكرانيا بعدد من الصواريخ مستهدفة هؤلاء الأجانب الموجودين هناك. فوجود الناس، هذه أول مرة نسمع عن إرسال جنود على الأرض في أوكرانيا حتى لو كان على سبيل التدريب، لأنهم سيكونوا هدفا مستهدفا. دول حلف شمال الأطلسي الناتو تحرص حرصا شديدا على عدم اتخاذ خطوات من هذا القبيل بحيث تدخلها في مواجهة مع روسيا، وهذا أمر بطبيعة الحال محسوب وله مخاطره. من هنا كان الحرص حتى من جانب اسمح لي على المقاطعة دكتور فؤاد، ولكن هل يمكن أن نقرأ هذه التصريحات بأنها محاولة لجس النبض الأرضية دكتور فؤاد؟ لأن روسيا مرارا وتكرارا تحدثت عن وجود مدربين غربيين تحديدا بريطانيين في أوكرانيا، هذا من جهة، وأيضا كانت تتحدث بأن هناك جنود أجانب وأنها استهدفت قاعدة وأكثر من مرة قواعد لتواجد هؤلاء الجنود. المشكلة هنا أن بريطانيا هي تلعب يعني دور رأس الحربة في كل هذه المعاملات مع أوكرانيا، بتعتمد في ذلك على أن الحديث عن أوكرانيا أو مساعدات أوكرانيا سواء في مجال الدفاع أو مجال تقديم الأموال بينظر إليها على أنها يعني هناك توافق حتى من جانب المعارضة في الحكومة البريطانية مع السياسات الخاصة بأوكرانيا، رغم الصرخات الكبيرة من داخل الشعب في إطار المعاناة من أن هذه المساعدات أولى بها الداخل البريطاني، ولكن هذا لا يتم. ومن هنا روسيا تركز أيضا كثيرا على بريطانيا لأنها ترى فيها هي المحرك الكبير وراء أي خطوة من هذه الخطوات، بل أنها تحرك الولايات المتحدة في هذا الصدد. فهذا هو الاتجاه الموجود البريطاني، ولكن كما ذكرتم هو له مخاطره كبيرة لأنها سيؤدي إلى احتكاك كبير. فعلى أي مدى يمكن تطبيق هذه الخطوة في الواقع العملي بإرسال هؤلاء الجنود؟ وبطبع الحال سواء كانوا للتدريب أو غير التدريب سيكونون هدفا للقوات الروسية في هذا الشأن. ومن هنا فالقرار يعني إذا ما اتخذ ربما يكون قرارا غير محسوب، وربما لا ينفذ في الواقع الأرض بالنظر إلى المسألة الشائكة الموجودة في أوكرانيا وهذه التهديدات الروسية، خاصة وأن ما يسمى بالهجوم الكبير لم يحدث بعد وليست هناك نتائج إيجابية لهذه الكم الهائل من المساعدات التي قدمت وتقدم إلى أوكرانيا. فمن هنا كانت يعني هذه تصريحات وزير الدفاع تحتاج إلى المزيد من الحرص والتمحيص قبل الإقدام عليها، خاصة وأنه في منصبه جديدا في هذا المنصب، خلافا لما كان عليه موقف وزير الدفاع البريطاني السابق الذي كان يقول لأوكرانيا نحن لسنا متجر أمازون أو شيء من هذا القبيل. وهناك أيضا حالة من عدم الامتنان من جانب الرئيس الأوكراني زيلينسكي لهذه المساعدات التي تقدم، لكن عندما يأتي الأمر إلى بريطانيا الكل ينظر إليها على أنها هي المحرك
وهي الدافع وهي الأقرب في هذه الموضوعات لأوكرانيا رغم ماذا عن المصادر الشارع التي البريطاني تحيط بمثل دكتور هذا الأمر. فؤاد؟ ماذا عن الرأي العام البريطاني؟ لأن يعني الوضع الاقتصادي يضرب بقوة، الشارع البريطاني يعاني من التداعيات الاقتصادية خاصة في ظل هذا المزاج العام دكتور فؤاد في بعض الدول الآن التي ترى بأنه يجب إيقاف هذا الدعم، أتحدث عن الدول الأوروبية، إيقاف هذا الدعم لأوكرانيا. نعم، هذه نقطة مهمة للغاية. في الواقع كما قلت الآن أن الداخل البريطاني يتململ من مثل هذه الموضوعات لأنه يعاني معاناة شديدة في المعيشة، تكاليف المعيشة المرتفعة، ارتفاع معدل التضخم في بريطانيا، الإضرابات التي نراها في كل مكان من أجل رفع الأجور، هذه المبالغ الكبيرة التي تقدم، المساعدات الضخمة التي تقدم لأوكرانيا هي موضع ضيق من جانب قطاعات كبيرة في الواقع من الشعب البريطاني. لكن كنت أتحدث أن سياسة عامة للدولة، طالما أن حزب المحافظين الحاكم لا يلقى معارضة مثلا من حزب العمال ولا متفوق الآن في استطلاعات الرأي على حزب المحافظين، وكذلك يبقى الأمر كما هو، لا ينظر إلى هذه الأمور، ولكن ربما يكون هناك ثمن انتخابي في الانتخابات القادمة. واليوم مثلا في اجتماع حزب المحافظين هناك دلائل كثيرة على عدد من الموضوعات الشائكة التي قد تؤثر على مكانة حزب المحافظين في الانتخابات نعم القادمة. وصلت الفكرة، أشكرك جزيل الشكر دكتور فؤاد عبد الرازق المتخصص في الشؤون البريطانية، كنت معنا من لندن، شكرا جزيلا لك.